بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي، إن شاء الله راكم بخير. نقول لكم مرحبا بكم في قناة يوتيوب حميد ميكانيك. اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص العملية تاع صيانة وتنظيف ليبوسوار. لك تشوف في هنايا خوتي، أنا قبل درت لكم فيديو وريت لكم كيفاش نقب ليبوسوار تاع 1.6 HDI وال 1.4، هذه تاع 1.4، هذه تاع 1.6. وريت لكم كيفاش نقوا تاع النيبيرا او الكروز، وريت لكم ثاني كيفاش نقوا تاع الاكسنت. اليوم راح نوري لكم كيفاش نقوا لي بوسوار تاع شيفرولي افيو، وايضا هذو جوج ثاني لوبيل وسيارات اخرين. خوتي كاين طريقتين كيفاش نقوا، كنوريكم الطريقه الاولى ونوريكم الطريقه الثانيه، وانتم تقدروا ديرهم في زوز واش الطريقه الثانيه هي اخير. خاوتي نبدا بالطريقه الاولى، هي تجيبوا بانس وتنحوا هذا المسمار اللي تشوف فيه، كاين هنا واحد وهنا واحد، ديروا هكذا ومن بعد تنحوه. شوفوا هكذا وتنحوه، ومن بعد واش ديروا، جيبوا سلك او خرطوم كما هذا، كما هذا خرطوم تاع الديغريبو، دخلوه لداخل وشوفوا ولظوه الوسط، لازم يتلظ الوسط. كي تلظوا هكذا راهو راح يتبرجا وريحه هذه تحبط، الدماغ تاع البوسوار راح تحبط. لظوا هكذا، لظوه الوسط ولظوه هكذا، هذه راهي فارقة على بها ما خرج منها زيت، راني مفرقها. واش باش نوريكم برك الطريقة، لظوه الوسط هكذا ولظوه الدماغ هذا هكذا، كي تلظوا راح يخرجكم الزيت منه. ومن بعد انتم تخلصوا نظفوها ورجعوا المسمار هذا. هذه الطريقة الأولى، واش أنا ما نستعملهاش خاطرش ماهيش، يبقى الوسخ مهما كان يبقى الوسخ. راح نعطيكم طريقة أخرى اللي هي ما يبقى والو. جيبوا تورنفيس أو مسمار كما هذا ونحوا هذا الكليبس اللي هنايا، ممكن نحوا مع بعضات. شوف بالكم صباعكم، نحيته ومن بعد اجبدوا البيستون هكذا، ومن بعد نحو شوفوا الزيت كشره ومسخ، ومن بعد نحو الرسور هذا لهنا ما بقى فيه والو، ديروا هكذا. ومن بعد لهنا واش ديروا، نحو هذا ثاني. خوتي كي تنحو هذا الكلابي راكم تلقاو تحته بيه، بالك تطيح لكم. شوفوا هاي وراهي، هذه بالك تطيح لكم. نظفوا كلش خوتي، من بعد واش ديروا، جيبوا اناء كما هذا نقوا فيه، جيبوا ليسونس قرا ونقوا. رايح يخرجوا الاوساخ اكل. هذه عملية سما شوية طويلة بصح ما يبقى والو، الأوساخ كل تروح، هذوك الحبيبات تاع الأوساخ كل تروح.
خاوتي كي تنقوهم من بعد واش ديروا بال بالهواء بلا بريسا هكذا ما يبقاش يوصف خلاص شوفوا لهنا الاوساخ كيفاش راهي متراكمه في الاناء هذا تجيبوا اناء واحد اخر وفرقوا كلش لهنا يكون نظيف هذا هذيك الساعه واش ديروا روحوا للروسور هذا زيدوا فيه شويه برك كون تصيبوا كلها بخير ديروا لهنا هكذا ولضوا شافوا هكذا شويه برك شافوا دوكا كل نحو واحد اخر ونقارنوه النحو تاع هذه ونقارنوه مع هذا نلقاو شويه زاد او هذا عاد اكبر من هذا شوف واحد 3 ملم برك ولا 4 هذا ما كان هذيك الساعه واش نديرو كل هنا ونجيبو الزيت كنت سيبو جيبو ل لا 530 ولا لا 540 وكبوا لهنا هكذا هذيك الساعه نبقاو نركبوا نبداو بالكلابي نبداو بالبيه كما راكم تشوفوا والكلابي ركبوا بالهنا باك تجرحوا رواحكم كي تعودوا تركبوا خطاش راهي كل زيت حذاري خطاش راهي لضو مليح بصح حذاري يدخل في ديك راهو ماضي بزاف انتم ديروا كون تصيبوا حاجه مش ماضيه ولضو لهنا راهو تدخل هذا مكان من بعد واش ديروا عمروا هذا والله النص تاعو شوفوا كيفاش يبرجي روحو وحده باش نبرجيه درك تيا شوف اش ندير نجيب هذا ندك لهنايا في الوسط باش باش الدبيه باش البيه هذيك تحبط شوفوا كيفاش يحبط هذا ما كان ومن بعد نركب هذا باكم كعاد الزيت هو اللي ندير في الوسط هذا الخرطوم وندز ونطبع شوف كاش يحبط هكذا ومن بعد ركب هذا نجيب بانس هكذا
خوتي هذا لازم يبقى داخل، كي تلضوا لضوه مليح يبقى داخل باش تقدروا تركبوا هذا. هذا ما كان، ها شوفوا ومن بعد ركبوا المسمار هذا. هذا ما كان، هذه شو كيفاش يخدم، هذا هو هكذا. ومن بعد تركبوا في لاكولاس، هذه ما كان، هذه العمليه. باش قبل ما ديروه في الكولاس حطهم في الزيت اكل لي بوسوار 8 حطهم اكل في الزيت، ومن بعد تم توجدوا كلش هذيك ساعه حطوا لي بوسوار في لاكولاس وحطوا لهم لي دوا فوقهم وتقدروا تكبوا لاكولاس فوق المحرك فوق الجروب. هذه هي عمليه خوتي راهي بسيطه ماشي نقولوا واعره بزاف وشن شويه ممله تحتاج الا وقت. خوتي بالاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو البسيطه. نقول لكم ما تنساوش اشتركوا بقناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو اخرى ان شاء الله.